حاجه على فكره، كنا ممكن نقول له اي حاجه تانية. كنا ممكن نقول له مثلا ان احنا قرينا على النت ان المايه هتقطع في فيصل والغابه من الساعه 12 للساعه 3. وكتاب الله هتقطع. شفتي؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك يا رجل النمله. ده انا اول مره في حياتي اخويا اسمع دبه النمله. انت وقعت زي الدهول. دهول باينه قوي زي الشمس اللي احنا جايين نملى المايه عشان نديها للناس الصينيين. انت مفكر ان احنا كنا جايين نعمل ايه؟ يعني كنت مفكر ان انتوا جايين تشربوا عادي، لكن بقى عمرك ما توقعت ان احنا جايين نملى ميه علشان نديها للصينيين. اهي دي مفاجاه بالنسبه لي. وجه محس، اشتري نفسك، الراجل ده ظابط وممكن يوديك في داهيه. ايوه صحيح، انا ظابط ممكن اوديك في داهيه وابعدك. خد يد ما تجريش معايا. ايوه ماشي. اثبت انت مسجل يد ولا اكشف عليك؟ طب وليه يا باشا نروح وناجي وكمبيوتر وفرهده؟ شوف يا مرهم باشي. بلسم باشا، ايه الغريب ده؟ اسمك شوف يا بلسم باشي ومعام سيدي الهليه ليه ما افتح بوق الكلمه؟ تعجبني. ايوه تقفل بقك ابسطك، تفتح بقك ابهدلك. حاضر يا باشا. اسمك ايه؟ محس عبد الجليل عبد التواب. فحص ايه؟ عبد التواب عبد الجليل. عبد التواب الاول ولا انت بتحور؟ ها بطاقتك؟ ما انا مش معايا بطاقه، بس معايا كارنيه مركز شباب بسطاميه. وبتلعب ايه بقى في مركز شباب كشمير ده؟ راس ايقاع على الجليد. تزحلق على الجليد؟ ايوه باشا. برافو برافو. على فكره انا ليا حبايبي في مول مصر، ممكن اشغلك هناك. وكتاب الله. اصل البطريق اعتذر عشان طلب فلوس كتيره، فانت اولى. والله يا باشا ليك الحلاوه. طيب ممكن نشوف حاجه كده من على الجليد دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. عينينا يا باشا. بس مؤاخذه يعني معانا بالمزيكي؟ معاك بالمزيكي. يلا واحد اتنين هوبا. بس يا باشا كفايه عشان صوتي مجروح مش قادر. هايل هايل يا فحص، برافو عليك. الله يخليك يا باشا. طب تسمع حاجه كده غنوه على السريع؟ لا هو مفيش في المول غيرك بقى ولا ايه؟ طب نقول شعر. معلش عشان لسه هنروح نجيب لبس. ماشي يا باشا. يلا لم بقى الازايز كده اهوت واملاها لنا وهاتلنا على السينما. عينينا يا باشا. طب مش محتاج قهوه ولا حاجه؟ تشربي حاجه؟ عايزه فشار. هات لنا فشار. بالجبنه ولا بالكراميل ليه؟ واحد بالجبنه وواحد بالعجوه. عينينا يا باشا. شكرا. انا بعد كده مش هعتمد عليك في اي حاجه. يلا يا نمله. اي يا بنت براح براح. يا بنت انت بتدعكي في رجله ولا بتدعكي في حله نحاس؟ سوري مدام. سوري مدام؟ هو انا يا اختي لحقت اتمدم ولا عارفه اتمدم من اصله؟ اي يا اختي بقى اللي انت بتدعكي لي به رجلي ده ان شاء الله؟ ها انا مش قايله لك يا بنت تجيب الحجره بتاعتي؟ ما جبتهاش ليه؟ سوري مدام. هتقعدي كل حاجه تقولي لي سوري؟ روحي يا اختي روحي بره، هتلاقي الشنط بتاعتنا محطوطه تمام، هتلاقي وراها قالب الطوب الاحمر بتاعك تجيبيه، وفيه جنبيه كيسه سودا مليانه شمام، اوعي تمد ايدك عليهم لان انا عداهم. انت سامعه؟ يلا يا اختي امشي. سوري مدام. لا ده انت كياده بقى وعايزه تغزيني. هو كل حاجه سوري؟ عارفه يا بت انت لو ما تعدلتي والنعمه لخلص عربي يمشيك ويجيب لي ثلاثه مكاني. ده يا اختي القرف ده. طب وايه اللي دخل سعربي عنتر بتاعك في الموضوع دلوقتي؟ ما تهدي يا وليه يا مفتريه. هو انت كل حياتك طوب احمر؟ مره تحطيه على وشك ومره يعني تحطيه على رجلك؟ ايوه وبنطبخ به كمان. ده انت ما تعرفيش قيمه الطوب الاحمر ده لما الواحده ترش كده هوت على وش صينيه المكرونه، ده بيبقى جميل ويخليها حق. يا بنت الطوب الاحمر ده الواحده لما تفرك به رجليها بينزل الجلخ ويخلي الرجل مزنهره كده. يعني انت عايزه تفهميني ان انت عمرك كده ما رحتي سبا؟ ده دي لا هو سبا. لا ده صعب، ده سيبك من السبا. طب بيوتي سنتر؟ لا ما انا تعبت والله العظيم من كتر الشرح. يعني اقول لك كوافير تعملي شعرك. كوافير يا اختي وانا هروح ارمي فلوس على الارض؟ هو انا اصلا حد يستجرى يشوف شعري؟ هو انت يعني فاكره ان انا عشان سعره بسيبني ماشيه كده هوت معاكم في الجزيره بشعري يبقى الحياه عادي كده سداح مدح؟ ده احنا عندنا في البلد ما يصحش ابدا. طب انا هحكي لك، انا مره سهيت كده هوت على نفسي وطلعت طلت من الشباك وانا كنت بشعر. عارفه ابويا عمل فيا ايه؟ ايه؟ حلاجلي زلبطتي. يا نهار اسود، يعني انت عايزه تفهميني يوم فرحك ما عملتيش شعرك؟ ليه يا حبيبتي؟ كانوا قالوا لك عليا ان انا خارج بيت ولا ايه؟ ده انا اتعملت لي ليله بيحلفوا ويحكوا ويضحكوا عنها لحد النهارده. بس انا ما جبتش كوافيره، انا جبت هند ملكه لفات الطرح. عملت لي بقى ايه؟ حته لفه اسبانيش سبع ادوار كده هو كانوا فوق بعضيهم، عارفه؟ وكانت ست امي حاطه لي في شعري اساسا جاز، فراحت كبسني عليه الطرحه بقى جميل، وراحت ماسكاني كده هوت مصدغاني على وشي بالاقلام بقى وشي ده هوت كده احمر. ايوه. طب وانت يا نانا عمرك يعني ما رحتي كوافير ولا انت مقضيها جاز زي هانم كده؟ نعم
ده انا من صغري وانا متربيه عند البير. واو، ده بتاع مصر الجديده؟ لا يا حبيبتي، ده بتاع ابراج اغاخان، اغاخان اللي في شبرا. ايه ده ايه ده، مالك يا اختي بتعملي وشك كده ليه وبتتنكي؟ لعلمك بقى، ده كانوا بيروحوه مشاهير بلدك دول كلهم، حتى في عبده وسميه الخشاب. بس ركك هو اول بس ما القرش جري في ايديهم وعملوا يانا يانتي اتنكوا عليه وما بقوش بيروحوا عنده. قال ايه؟ استبعدوا المشوار. طب هو انا عايز اسالك سؤال كده، هو انت عمرك ما عملتي عمليه تجميل؟ فشر وحياتك يا روحي، كله طبيعي وما في مقص واحد اتضرب فيه. انا عملت ايه وانا صغيره؟ كنت عامله زي الكره الكفر، فكانوا العيال حدانا في البلد بيمسكوني يلقفوني لبعض كده هو. فقام جه في مره ابويا طب علينا، راح ماسكني وماسك القصعه بتاعت المونه، حكماني ابويا موان قد الدنيا، وراح رازعني بها في نافوخه، عارفه جنب الحته دي كده هو، خمس غرز. فايه راح جايب الدكتور عمل لي خمس غرز تجميل، بص ما فيش اي اثر خالص، بقت حلوه. بس انت بقى طبعا ما عملتيش اي غرز بقى تجميل ولا عملتي حاجه خالص. انا عمري ما عملت عمليه تجميل اكيد. تعرفي انا طول عمري كانوا بيقولوا عليا ان انا احلى واحده في العيله. جاهزين يا جماعه التصوير؟ كله جاهز تمام؟ أيوة جاهز يا فندم؟ رتبتهم كمان، رتبت البنات زي تمام. ما انت قلت لي تمام يا فندم، اتفضلي. شكرا. انت يا بنت انت ايه اللي معادك هنا؟ انت مين انت؟ انا اختهم. اختهم؟ والله. خلاص لو سمحتي يا استاذ جاسمين، لو سمحتي اطلعي ورا. ليه يا ماما؟ من فضلك. انت بقى عادله بالكبير الصغير جاسمين. طب لو صح عايزه تبوظي يوم اختك؟ لا والله لو سمحت. لو صح ممكن اقعد والله وهتكلم. جاسمين يلا يا جماعه بعد اذنكم عشان هنصور، يلا يلا بعد اذنكم اتفضلوا. اتفضلي يا فندم. خلاص ماشي. انت يا بنتي خش كده شويه. انا انت خش كده شويه تاني. ايوه تاني اهو. تاني خش تاني. تاني اهو. ايوه تاني خش. اتفضلي يلا تاني اهو. تمام بس كده حلو قوي يا جماعه، يلا نصور. سكوت اند اكشن. احنا النهارده في بيت ميس ايجيبت اللي حصلت على اللقب السنه دي. الغريب بقى مشاهدينا ان ميس ايجيبت السنه دي من اسره حصلت على اللقب ده اكتر من مره، صح الكلام ده؟ فعلا احنا بنات العيلة عندنا كلهم دخلوا المسابقة دي. انا حصلت على اللقب ده قبل كده، ومامتي في ريال هانم سنة 44 حصلت برضو على اللقب ده. سارة خدت لقب 2012، تيا السنة دي، وان شاء الله ملوكة لما تكبر هتاخد اللقب ده. مفيش غير جاسمين زي ما انت شايفاها كده. فين جاسمين؟ مش مهم. يعني معنى كلام حضرتك ان انتوا حصلتوا على اللقب ده اربع مرات قبل كده؟ خمسه. ازاي؟ باباهم اخذ ملك جمال البيتاش اربع مرات. كان اياميها السليب لسه نازل موضه وكان يجنن عليه. الله يرحمه. انا شايفاهم جميلات كلهم، واضح ان كمان الجمال جيني عندكم في العيله. احنا واخدين جينات الجمال كلها من انا انتيجو يونانيه، وجات مصر وجوزت جده الباشا، هو ديكي شايفه. لكن جاسمين بقى طالعه لماما الحاج عنود صوماليه. هي فين جاسمين؟ مش مهم. تيا الجميله، كل البنات اللي بتشوفك دلوقتي بتحلم تكون ميس ايجيبت زيك. خلينا في نهايه البرنامج توجهي رساله ليهم ازاي يكونوا ميس ايجيبت. ممكن انا اقول الموضوع ده؟ انا عايزه على اللقب قبل كده. اتفضلي. بيقولوا دايما ان الجمال جمال الروح، مش حقيقي. الجمال في سحر العيون، في نضاره البشره، في شعر ناعم جميل، في صحة الضوافر، حمرة الخدود. لكن تقولي لي تربية وتعليم، أشياء مكملة. يعني مثلا جاسمين أحسن تربية، أحسن مدارس، شوف شكلها عامل إزاي. هي فين جاسمين؟ مش مهم. يلا يا جماعة العمال نقلوا العيال ده بره بسرعة. بنات بسرعة عشان عندنا تصوير بره في الجنينة. انت رايحة فين؟ هغير معاهم. تغيري ايه؟ لبس يا ماما. هغير ايه؟ اوف. انت يا بت بت
بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي هاتي لي علبة سجاير بوكس ومشتين كبريت بسرعة. علبة بوكس؟ اه وجيبيها قديمة، والله لو جبتها جديدة هشربها لك وهخليكي تدفعي ثمنها. قديمة ايه وجديدة ايه؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ يعني هكون بكلم مين يعني؟ مارلين مارلون، أنت آخرك الشغالة بتاعت المكان. بسرعة بقى. بت وشغالة؟ بص بقى انت الاربعة، انا قررت قرار، انا هخش ميس ايجيبت وهكسب المسابقة وهخش ميس يونيفرس، انا هبقى ملكة جمال العالم كله، ماشي؟ جاسمين سوري يا ماما، انا خدت فلوس من عندك في الدولاب وسافرت لبنان عشان اعمل عمليات تجميل عشان احقق حلمي بقى واثبت لكم اني ممكن ابقى ميس ايجيبت في يوم من الايام وبكلمك بقى لما اوصل ماشي وما تسلميش على ولا واحده من اخواتي. ايه ده يا جسم، مش كفايه انك وحشه وكمان حراميه؟